تعتبر اليوم كتابنا مظلومين؟ كل فنان عراقي هو مظلوم. أسباب كثيرة، أهم سبب هو المجتمع. يعني نشوف المجتمع العراقي ما يدور فن. روح الآن لأصدقائك الأقاربك، شوف لي منهم معلق لوحة تشكيلية لرسام عراقي مهم. هذا الشيء شفته بس عندنا بالعراق؟ لا، تقريبا الوطن العربي كله بصورة عامة، مستثي شوية أكو ذائقة عالية في لبنان. يعني في بيروت شفت الناس تحترم الفن وتعلق أشياء حلوة، إحنا نعلق صور وأيقونات معينة. أيضا مثلا شوف، ما حد يسمع مغني رصين، عندنا مغنيين مهمين سجلوا كاسيتين ثلاثة ولهم بصمة في الغناء العراقي، لكن يجي شاب صغير يقمز أغنيته تحصل ملايين، وهذا المغني المهم يعزف بالعود في جلسات خاصة وأسماء مهمة يعني ما تذكرها. نفس الشيء يعني في السينما مثلا، إذا صار فيلم عراقي ما راح يدخلوا له هواي عراقيين حتى يربح المنتج حتى يسوي فيلم ثاني. فالسبب الأول لوضع الفنان هو المجتمع. الآن فنانين تشكيليين أنا عندي اتصال بهم يومي تقريبا، دي يعانون، ما حد يشتري لوحاتهم، ولوحات جميلة يعني لو تعرض في باريس ما حد يهتم لهذا الفن طبعا، لكن يشتروا لك لوحة صينية بها قلوبات وسمج ومدري شنو يعلقوها بالبيت كمالية. فهاي هي مشكلة المجتمع. ثاني شيء مشكلة وزارة الثقافة، بس احنا ما نريدها تنتج ثقافة، تقول ما عندي ميزانية. نعم، لكن نخلي تنمي ذائقية المجتمع. تدخل ايضا وزارة التربية بالموضوع، انه درس الفنية احنا عندنا بالعراق درس مهان، ما حد يهتم له، مهان ياخذ بالرياضيات اذا متاخر او بالفيزياء وبالفنيه كيف حتى ما يداوم الشاغر ويطلعون مرات. شوف انا في مدرستي الثانويه الشامله اللي كان نظامها غربي والان طبعا فشلت، كان عندنا درس الفنيه بثلاث اختصاصات، لك ان تختار واحد منها. كان عندنا سيراميك وقلنا دكتور انغام رئيس القسم التشكيلي تدرس فيه، كان عندنا زغرفه، طالب اللي يحب زغرفه يروح لورشه زغرفه، زغرفه بمعنى الكلمه. وكان عندنا درس رسم، وكانت تجينا ألوان زيتية فرنسية، وكل طالب عنده مشروع يقدمه بنهاية السنة يسوي كوبي للوحة عراقية مهمة. أذكر أنا في سنة من السنوات تركت السيراميك رحت للرسم، طلب مني الأستاذ عاصم الخياط على ما أذكر، مدرسني الرسم عاصم الخياط، طلب مني أن أستنسخ لوحة الشهيد لمحمد عارف بالحجم الطبيعي، وأنا أعد اللوحة. يعني أنا أسوي الكانفاس، جبنا قونية جنفاس صبغناها بنتلايت وغرة، تضربناها تنشف، جبنا كاغد جام حكيناها سوينا لها إطار بالحجم الطبيعي للوحة عارف محمد عارف الشهيد، ووضعت اللوحة أمامي وبديت أخطط وهو يساعدني، ويمكن شهرين أنا أرسم بيها كمشروع تخرج. صح. الآن درس الفنية درس مهمل، فيطلع الطالب ما عنده ذائقة فنية. الطالب هذا هو المجتمع، هذا راح يتزوج راح يخلف أولاد يأسس مجتمع. لو كان درس الفنية محترم عنده كان عرف منه فاق حسن، منه جواد سليم، منه كذا. صح. كان عرف اللوحة التجارية شنو، اللوحة الأكاديمية شنو، اللوحة الجميلة شنو. المجتمع ووزارة الثقافة ساهموا بتقليل هيبة الفنان. صار الفنان، شوف أخي مصطفى، إحنا نطلق كلمة أرتست اللي هي كلمة عظيمة. صح. برا من تروح تقول أنا أرتست، أنا ما أخذيها بغير نظرة على هذا. واو يقول لك أنت أرتست. نعم. لكنه إحنا نطلقها لبنات الليل. صح. نصف بنات الليل بنقول علينا هاي واحدة أرتست، بينما كلمة أرتست برا شيء عظيم. فشوف إيش قد إحنا ما ألقى غير هاي الكلمة متخلفين في مفهومنا وفهمنا الأرض الفن.